فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل سرق مالا من أبيه ثم تاب إلى الله عز وجل، فماذا يصنع؟ هل يجب عليه أن يخبر أباه ويستسمحه؟ يستسمح أباه، الأبو يعني يشفق على ولده رحيم، فيخبر أباه بذلك. نعم، يطلب منه المسامحة أو أنه يرد له المال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.